فقرتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الأيام البحرينية التي نقرأ منها دراسة تحقيق تقدم في البحث عن مصل مضاد لمرض السيلان. أشارت دراسة إلى أنه تم التوصل لمصل أظهر دلائل للمرة الأولى على قدرته على الوقاية من مرض السيلان الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وهو مرض سريع الانتشار ويمكن أن يسبب العقم. إلى صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا التي عنونت بين صفحاتها سرطان الأمعاء يمكنه الانتشار عبر مسار الدم. قال باحثون أمريكيون إنهم عثروا على دليل بأن سرطان الأمعاء يمكن أن ينتشر في بقية الجسم مارا بالعقد اللمفاوية إلى أعضاء أخرى في الجسم. ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدينا نطالع دراسة بريطانية تكشف كريم من الشاي الأخضر يساعد على التئام الجروح دون آثار. سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على كريم حديث يساعد على التئام الجروح الحديثة ويجعلها أقل حمرة وسماكة وحكة بعد أسبوعين فقط من الاستخدام، ويحتوي الكريم مادة كيميائية قوية توجد في الشاي الأخضر. واخترنا لكم من صحيفة النهار اللبنانية للفروسية فوائد صحية ونفسية على طفلك. قال مختصون طبيون إن ركوب الخيل من أكثر الرياضات الممتعة والمفيدة للأطفال، إذ يعمل على تحسين الذاكرة وتعلم وحل المشكلات الخاصة بالأطفال، لأن الحركة التي تنتج أثناء اهتزاز الخيل تعمل على تحفيز الجهاز العصبي لدى الأطفال وتحسين القدرات الحركية بشكل سريع. ختاما مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية وكريمات الوقاية من الشمس تلوث المياه. يحذر خبراء من أن الاستخدام غير الملائم لكريمات الوقاية من الشمس على الشواطئ يتسبب في ضرر طويل المدى للبيئة البحرية. ويقول الخبراء إن القياسات المأخوذة من بحر البلطيق احتوت على مرشحات من الأشعة فوق البنفسجية من الصيف السابق.